بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، اعلم أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. من هذه الشروط دخول وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله للصلاة وقتا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى حدد لها زمنا تفعل فيه، لا تفعل لا قبله ولا بعده. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. الصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقي من درنه شيء، وكذلك الصلوات الخمس لا تبقي من الخطايا شيئا. المراد بالخطايا هنا خطايا الصغائر. وهذه المواقيت كما يلي: أولا صلاة الظهر، ويبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى الغروب، أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، يستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا صلاة الفجر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر. ثانيا صلاة العصر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على فضلها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. ثالثا صلاة المغرب، يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي غروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل،
ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، ويستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال: وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. رابعا صلاة العشاء، يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار أي إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ذلك على المسلم، فإن شق ولو على بعض المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة. ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم ليستيقظ مبكرا من آخر الليل، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم نشيطا في آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان سهره لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس بذلك. خامسا صلاة الفجر، يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. أيها المستمع الكريم، هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عن وقتها، قد قال الله تعالى: ويل للمصلين، قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوا الصلوات أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغي، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ومن فاتته صلاة فعليه بالمبادرة إلى قضائها، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، فإن بعض العوام إذا فاتته صلاة الظهر مثلا أو نسيها قال: أؤخرها إلى الظهر من الغد، وهذا خطأ. ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، لا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.